لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.